هذا يقول إن بعض الناس يصلون مع الإمام التراويح العشر الركعات ويذهبون ويتركون الباقي، هؤلاء حرموا أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة حتى ينصرف الإمام، أما أنك تنصرف قبل الإمام فهذا ينقص أجرك وتحرم من هذه الفضيلة قيام ليلة. فصل مع المسلمين إذا كنت تريد الأجر وتريد يكتب لك قيام ليلة، صل مع المسلمين حتى تنتهي صلاة التراويح. أما إذا كنت لا تريد الأجر أنت ونفسك على هواك، إنما تحرم نفسك، فصل مع المسلمين يا أخي ما داموا يصلون التراويح، صل معهم وأنت على خير وعلى أجر، أنت جاي من دور الأجر، من بعيد جاي من دور الأجر، فلماذا تحرم نفسك وتنصرف والناس يصلون التراويح؟ هذا حرمان ولا حول ولا قوة إلا بالله.